قتل أربعة متمردين من حركة طالبان أثناء قيامهم بزرع قنبلة على جانب طريق في إقليم لوجار وسط أفغانستان، وجاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع إن ما لا يقل عن عشرة من متمردي طالبان لقوا حتفهم بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان.